إلى ذلك أكدت وزارة الصحة أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ما زالت ضمن نطاق السيطرة والإمكانات المتوفرة، مشيرة إلى أن العراق لم يصل بعد إلى الحد الذي يستوجب إعلان حالة الطوارئ الصحية. وقالت الوزارة في بيان إن تجربة بلازما الدم المأخوذة من المتعافين من الفيروس حققت نتائج جيدة في علاج المصابين بكورونا، فيما حثت المتعافين من الفيروس إلى مراجعة المؤسسات الصحية لغرض التبرع ومساندة المصابين الآخرين الراقدين في المستشفيات. من جانبه أعلن وزير الصحة حسن التميمي أن العلاج الروسي المضاد لفيروس كورونا بدأ تصنيعه في العراق وسيتوفر في نهاية الأسبوع المقبل. العلاج الروسي كما تعلمون اليوم احنا هناك لجان علمية، اللجان العلمية قررت هذا العلاج. هذا العلاج بدأ يصنع بالعراق وإن شاء الله نهاية الأسبوع القادم سيتوفر في مؤسساتنا الصحية. بالنسبة للقاحات أيضا اللجان الخاصة من الأطباء الاستشاريين في مجال الصحة العامة والأمراض الانتقالية درسنا هذه اللقاحات، وكما تعلمون لحد الآن لم يعلن عنها رسميا ولم يقر من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن وزارة الصحة من قبل لجنة الخبراء والمستشارين في وزارة الصحة هناك تواصل مع هذه الشركات وتواصل مع اللجان العلمية المختصة في منظمة الصحة العالمية. إذا وجدنا أن هذا اللقاح فعليا تم إنتاجه سيكون العراق أول بلد سيدخل هذا العلاج.